هو آخر ملوك مصر، ملك لم يحكم، ملك لم يملك، ملك لم يكن واعيا حتى بما يحدث حوله، فقد كان طفلا حينما تنازل له والده الملك فاروق عن العرش عام 1952. من الإنصاف بعد 63 عاما على انتهاء الملكية أن نعيد تقييمها، لا لإعادتها فهي لن تعود، ولكن لمحاكمتها محاكمة عادلة بعيدا عن اختزالها في اتهامات العلاقات النسائية وحفلات البزخ. منذ أسابيع قليلة منحه الرئيس عبد الفتاح السيسي جواز سفر دبلوماسي مكتوب عليه ملك مصر السابق في سابقة هي الأولى من نوعها. كيف يمكن أن نتحدث عن الملكية بعيون الواقع؟ كيف يمكن أن نتحدث عن الجيش والإخوان وثورة 30/6 والرئيس عبد الفتاح السيسي مع ملك مصر السابق الملك أحمد فؤاد؟ ملك أحمد فؤاد، أهلا وسهلا، أهلا بيك، أهلا بحضرتك، أهلا بمشاهدين برين تي في تلفزيون، وأهلا لشعب مصر. الله يخليك، الله يخليك، وأنا سعيد أنه حضرتك استقبلتني في منزلك. واضح انه صغير بس جميل الحمد لله. شوف المنظر على جبل في اوروبا، المونبلان وبحيره ده اعلى جبل في اوروبا. ايوه في اوروبا المونبلان. حضرتك اتفضل، حضرتك اخترت المكان تحديدا للمميزات الطبيعيه دي، الجبل والبحيره. القريه هاديه جدا والناس طيبين يعني. انا مبسوط الحمد لله. بس هناك في جنيف ونافوره جنيف وكل البحيره قدامنا والبحيره. حضرتك واضح بتحب الطبيعه جدا، الاشجار والجبال يعني، والنهر النيل يعني، ما فيش احسن من نهر النيل. بس يعني بتحب نهر النيل يعني. صحيح احنا في بحيرة جنيف، لكن حضرتك بتقول انه نهر النيل مفيش اجمل منه. ده صح، ده صح. عايز نقف هنا شويه ونتامل، واحنا بنتامل في المكان اسال حضرتك، هما ايه؟ انا كنت معتقد انه حضرتك هتحب حياه القصور. لا، وانه الملك فاروق والدك كان يحب حياه القصور. القصور رمز لمجد الدوله، بس مش مناسب للمعيشة في القصور يعني. رمز لمجد الدولة. أيوة. مش إنه الناس كانت تحب تعيش فيها. لا. وحتى الملك فاروق ما كانش يحب. ما كانش بيحب القصور، كان بيحب فيلا على في هلوان وفيلا على الغرامات جنب الغرامات. القصور رمز السلطة يعني. رمز السلطة. أيوة رمز السلطة يعني، مش مناسب للحياة العادية يعني، مش للاستمتاع يعني. أيوة. طيب كمان أنا ملاحظ هنا أنت حضرتك عامل كشك، لقيت عليه هلال على شكل عربي إسلامي يعني. أيوة. عربي إسلامي. حريص أن الثقافة الإسلامية تبقى مع حضرتك هنا. أيوة. وفي البيت كمان فيها حاجات كتير. وفي البيت هنشوف في الجولة. لكن انت ما قلت شوية ان السكان ممكن ينزعجوا دايما يعني، الرموز الدينية بتقلقهم. ما حصلش. ده مش ديني، ده على شكل عربي. لا ما حصلش يعني الحمد لله. ما حصلش الحمد لله. المنزل بهذه البساطة، والبعض يقول انه الملك احمد فؤاد يسعى لإعادة الملكية في مصر، يسعى لأن يكون ملكا من جديد. أبدا، عايز أعيش حياة بسيطة يعني. وتسعى لإيه؟ إذا ممكن أكون في خدمة شعب مصر يعني. خدمة الشعب المصري ولا تسعى لإعادة الملكية؟ لا أبدا، أنا قلت لك لا أبدا. ده كان الماضي يعني. ولا تسعى للعب أي دور سياسي؟ لا، ما السياسة صعبة يعني، صعبة يعني،
ما بهتمش بالسياسة. لا تهتم بها. بالتأكيد بسبب المكائد والمآسي اللي عاشتها الأسرة الملكية. واضح إنه السياسة كلمة مخيفة بالنسبة لك. التاريخ جميل، السياسة مش كويسة. التاريخ جميل. ايوه. طيب احنا هنمزج بين التاريخ والواقع وهننتقل للداخل. اتفضل. من أجل ولي العهد تزوج فاروق مرتين، الأولى من فريدة التي أنجبت له 3 بنات هن فريال وفوزية وفادية، ثم تزوج من نريمان التي أنجبت له يوم 16 من يناير عام 1952 الأمير أحمد فؤاد ليتحقق بمولده أمنية الملك فاروق. كانت فرحة فاروق بولي العهد أكبر من أي فرحة عاشها، كما عبر الشعب المصري عن فرحته بمولد ولي العهد بخروجه عن بكرة أبيه إلى الشوارع والميادين. ورغم الدعاء لولي العهد من فوق المنابر وفرحة البسطاء والمثقفين في أرجاء القطر المصري، إلا أن أجراس الثورة كانت قد بدأت فعليا، فبعد 10 أيام فقط من مولد فؤاد اندلعت أحداث القناة من خلال مواجهات شرسة بين قوات الاحتلال ورجال الشرطة المصريين في الإسماعيلية، وفي اليوم التالي احترقت القاهرة لتقلص فرص الولي أن يعتلي عرشه من بعد أبيه. وبعد 5 شهور فقط من مولده قامت ثورة يوليو ليخرج فاروق من مصر مع موافقة الثورة على إبقاء أحمد فؤاد الذي استمر ملكا رضيعا تحت الوصاية حتى إعلان قيام الجمهورية في 18 من يونيو عام 1953. عاش أحمد فؤاد مع شقيقته 3 في سويسرا حتى بلغ 21 من عمره، حيث تلقى تعليمه في مدرسة عامة بالقرب من منزلهم في سويسرا. حصل أحمد فؤاد بعد ذلك على البكالوريا الفرنسية من مؤسسة روزي الشهيرة في رول وجوستاد بسويسرا، ليلحقها بشهادة جامعية في العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة جنيف، لتبدأ بعد هذا قصة الحب التي توجت بالزواج بينه وبين دومينيك فرانس بيكار، وهي فرنسية يهودية اعتنقت الإسلام قبل الزواج، واتخذت لقب الملكة فضيلة ملكة مصر. وانتقل الزوجان إلى العاصمة الفرنسية التي عاشوا بها 20 عاما، حيث عمل أحمد فؤاد خلالها مستشارا ماليا واقتصاديا لشركات فرنسية وأجنبية، وأنجب 3 أبناء هم محمد علي الذي ولد في القاهرة عام 1979، وفوزية لطيفة التي ولدت في ولاية موناكو عام 1982، وفخر الدين الذي ولد في الرباط عام 1987. بعد ذلك دبت الخلافات بين الأمير أحمد فؤاد وزوجته لينتهي الأمر بالطلاق. رغم رحلة الغربة والألم، إلا أن مصر بقيت في قلب ووجدان الملك أحمد فؤاد.